المناضلين الذي قتلوا. نحن أيضا أكثر من يعاني من الاحتلال السياسي الإيراني للمنطقة. هذا ولي الفقيه الذي يريد أن يدخل إلى مجتمعاتنا ويخربها ويقسمها ويزرع الفتنة فيها تماما مثله مثل إسرائيل. عنده شعبية كبيرة. من هذا. وهذا النظام السوري. هذا النظام السوري. هذا النظام السوري هو المدخل الحقيقي لهذا المشروع التفتيتي في لبنان. تكلي مقاومة. عند شعبية كبيرة. تقول لي تتحدث عن المقاومة. عن أي مقاومة تتحدث؟ ايه؟ عن هذه المقاومة. عند شعبية. الذي لم تترك مقاوما. لم تترك مقاوما. ليس تابعا لولاية الفقيه إلا وأبعدته عن المقاومة. عن المقاومة التي اخترعت أرضا محتلة ولم تكن بعملية هناك منذ 5 أعوام. عن هذه الميليشيا التي احتلت بيروت عسكريا ودخلت إلى البيوت وقاتلت الأطفال والنساء والشيوخ. شعبية هذه الميليشيا. هذه الميليشيا التي أثبت التحقيق الدولي أنها متورطة بقادتها الأمنيين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه ميليشيا طائفية ومذهبية. لكن عندها شعبية. لديها شعبية. يا أخي هتلر كان لديه شعبية. موسوليني كان لديه شعبية. معمر القذافي في لحظة من اللحظات كان لديه شعبية. بشار الأسد لا ينزل الناس إلى المظاهرات إلا في أيام الجمعة لأنه لا موظفين. بأيام الدوام لا ينزلهم إلا في أيام الدوام وليس في أيام الجمعة لأنهم موظفون ولأنهم يجزلون بالترغيب والترهيب. أتحدى النظام السوري أن يكون بمظاهرة يوم الجمعة. كل متظاهر ضد النظام السوري يساوي 10,000 بل 20,000 بل 100,000 من هؤلاء الذين ينزلوا يصفقون للدكتاتور وللقتلة وللإجرام. لألك ليش؟ لأن هؤلاء الذين ينزلون ضد النظام ينزلون بمواجهة القناصة والقصف والقتل والترهيب وقصف الدبابات بينما هؤلاء ينزلون بالترغيب وينزلون بالمال وينزلون بوظائفهم وينزلون يؤمن لهم الباسات ويؤمن لهم المال وغيره. لذلك لا احد يقيس. انا اريد ان اريك قبل ان تقصف حما. هذه كانت صوره هؤلاء المئات الالاف الذين يناضلون من اجل ثوره الحريه في سوريا. ليس 50 و30 أو 20,000 ينزلون الى نفس الساحه عشرات المرات كي يؤيدوا دعمهم للأسد ولقتل الأسد ولإجرام الأسد تحت عناوين طائفية ومذهبية وغيرها. طيب وصلت الفكرة. فيصل عبد الساتر، هل تستطيع أن تنكر أن المقاومة في لبنان انخفضت شعبيتها بشكل هائل في الشارع العربي بعد أن انحازت إلى الجلاد ضد الشعب السوري؟ طيب أخي، لماذا أنتم باركتم الثورة المصرية؟ لماذا باركتم الثورة التونسية في حزب الله وفي معسكركم هذا؟ لماذا باركتم كل الثورات؟ لماذا باركتم البحرين؟ لماذا عندما حدثت في سوريا أصبحت مؤامرة؟ مع أنه الكثيرون يقولون أعظم الثورات هي الثورة السورية، لأن العين السورية تقاوم المخرز 8 أشهر والشعب السوري يواجه الدبابات. أنا بدي أسألك الآن، صلكن 8 أشهر بتقولوا لي خلصت. طيب 8 أشهر لماذا الجيش السوري منتشر في كل المدن السورية؟ لماذا لا يوجد مازوت في سوريا؟ الشعب السوري يموت من البرد الآن. لماذا؟ لأنه الدبابات سطت على الوقود، سطت على المازوت، لم يبقى. هذا بسألك يا أنتم بلبنان صدعتوا رؤوسنا. خلصت من 8 أشهر. خلصت. أنا بدي أسألك، خلصت؟ أول شيء بدي رد على الأستاذ الكريم إنه موضوع الإنسانية بـ14 آذار إنه إنسانية. أنا سأحيل المشاهد وحضرتك ترجع لحوادث قتل السوريين في لبنان بعد اغتيال الرئيس الحريري والاعتداء. وليد جنبلاط في 14 آذار. ما قطعتك عن هذا الموضوع. ما قطعتك يا أخي. ما قطعتك. 14 آذار أدانت هذه الجرائم. ما قطعتك. 14 آذار أدانت هذه الجرائم. كانت هذه الجرائم اللي قتلوهم من 14 آذار. مواطنين كانوا يتسمون بالعنصرية ويحقدون على الشعب السوري. مشان ما يروح عليك. عم بيحكي على الإنسانية. جاوبني. هذه الإنسانية أين كانت عندما اغتيل الرئيس الحريري وقتل آلاف أو مئات أو العشرات أو حرقت جثثهم في بعض المناطق اللبنانية وكسرت السيارات إلى آخره. جاوبني على سؤالي. هؤلاء من السوريين. ثانيا المقاومة في لبنان لم تنحاز إلى جلاد ضد ضحية. أيوة. ونحن لا نعتبر الرئيس بشار الأسد جلاد. أنا عم بحكي بمفهومي الخاص. جميل. أنا لا أمثل المقاومة. المقاومة تعبر عن نفسها وعبر عن ذلك الأمين العام لحزب الله أكثر من مرة في أي خطاب. عندما سألوه قال نحن لنا موقف سياسي من النظام في سوريا له علاقة بأن هذا النظام كان له الفضل الكبير على المقاومة
المقاومة. جميل. وبالتالي نحن نأمل أن تذهب الأمور في سوريا إلى حوار. جميل. وأنا كلبناني آمل أن تذهب الأمور إلى حوار في كل المناطق العربية. الآن أنت تريد أن تقول فخرنا بالبحرين. في البحرين هناك شعب حمل سلاح. هناك عسكرة للانتفاضة. جميل. 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 في اليمن هناك عسكرة للانتفاضة مع أنه كل كل اليمن. جميل. يحمل السلاح. سلاح. جميل كلامك. في سوريا في سوريا الأمر مختلف تماما. نحن جميل. عندما نريد أن نضع بشار الأسد مع احترامنا لباقي الرؤساء في الدول العربية التي سقطت يعني سقط نظامها أو الآية إلى السقوط. هذه نقطة مهمة. نحن نريد أن نقارن. هذه نقطة. عندما نقول أن الرئيس بشار الأسد له مواقف سياسية. خليني أوقفك شوي. خليني أوقفك شوي. تفضل. بس هل تستطيع صالح المشنوق أن 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 ترد على هذا الكلام؟ نحن من حق حزب الله ومن حق اللبنانيين ما يضر بسوريا يضر بلبنان. ما يضر بسوريا يضر بلبنان. البطرك اللبناني يا سيدي ليس من جماعة حزب الله، وقف مع النظام في سوريا، مع الاستقرار في سوريا، مع النظام في سوريا، مع الوطن السوري، مع كل هذا الكلام. هل تستطيع أن تنكر ذلك؟ ليس من حق حزب الله أن يحيي سوريا، أن يقف مع النظام في سوريا، لأن النظام في سوريا النظام في سوريا هو عنوان المقاومة والممانعة، شاء من شاء. مش من حق أبا يقول مش من حق من واجب الطبيعي لامتداد المشروع الإيراني في لبنان، هذا المشروع الذي يمر في سوريا، والواجب الطبيعي أن القتل والعصابات والإرهاب تمتد من إيران إلى لبنان إلى سوريا مرورا في العراق. أنا بدي أسألك، له 10 دقائق بخبرنا عن المقاومة، طب عندما تقول صحيفة آرتس أن الأسد هو ملك ملوك إسرائيل ماذا تقول؟ عندما يقول مرامي مخلوف للنيويورك تايمز اضمنوا أمن سوريا لأننا نضمن أمن إسرائيل ماذا تقول؟ عندما يقول أحد مسؤولين الإسرائيليين لدعوات أحرونوت أننا ندعم الأسد ولن نقبل بالإطاحة بالأسد لأننا لا نعرف البديل بينما هو أمننا على الجولان منذ العام 74. أنا بدي لك شو، لا يوجد مقاومة لا في سوريا التي باعت الجولان وراحت تقتل شعبها، ولا في لبنان الذي لم يبقى شيء ليحرره، بل اخترعوا شبعة ليحافظوا على سلاحهم ليسيطروا على لبنان وعلى النظام السياسي ويفرضوا علينا حكومة في لبنان لا تمثل الشعب اللبناني تماما كما الحكومة في سوريا لا تمثل الشعب السوري. طيب هذه ليست مقاومة، هذه مجموعة إجرامية تبدأ من الولي الفقيه في إيران وتصل إلى الضاحية في لبنان، وهذه المنظومة كلها ستسقط. قلت لي تغير أسماء وهذا ما يضر القوم تغيرت وهذا وأسماء وهذا ما يضر وهذا ما يضر بلبنان وبسوريا. نحن وكل العالم العربي كنا نقول عن السيد حسن نصر الله أنه سيد المقاومة، أنه حمل مقاومة وأنه دعم وحرر الجنوب. والآن نقول عنه أنه سيء الإجرام في لبنان وسيء القتل في لبنان وسيء الفتنة الإسلامية في لبنان، عندما يدخل إلى بيروت بجنوده الملثمين ويدخل إلى بيوت الناس تحت عنوان المقاومة فيقتلهم، هذا يكون مقاومة أم يكون مشروع إيراني طائفي مذهبي على الأرض اللبنانية؟ كله سيسقط. نعم، ما يضر في سوريا وبلبنان وبإيران هي هذه الأنظمة الطائفية المذهبية الحاقدة التي ستسقط في سوريا وستوالى السقوط على بقية البلدان وأوله لبنان. سيد فيصل عبد الساتر، مفتي سوريا قال بالأمس إن الرئيس الأسد يفكر بترك الرئاسة والتفرغ لطب العيون ليفتح عيادة. أنا بقلع عيون، مش بيركب عيون، مش بيصلح عيون، مثل ما أبع حنجرة إبراهيم كاشوش. طيب. مثل ما أبع أعضاء غياث مطر. بس هذا يقتلع العيون من الناس ويقتلع حناجر المغنين ويقتلع أفواه الثوار، لا يزبط العيون. حاجة تضحك على الناس، هذا ليس مفتي، هذا مفتي بلاط، هذا مشارك في الإجرام مثله ومثل بقية النظام. حاجة تضحكوا على الناس، طبيب عيون. أتحدى بشار الأسد أن يفعل مثل زين العابدين بن علي أو حسني مبارك ويقول لن أترشح للانتخابات المقبلة. يقولون إصلاح، أي إصلاح؟ عندما قام قانون الإعلام وكسرت يدي ووجه علي فرزات في نفس اليوم، عندما قام قانون الأحزاب وقصفت حما وحمص في نفس النهار، عندما أصدر الأسد وصلت فكرة. هذه القوانين وصلت هذا فكرة. إصلاح. بس أنا بدي أسألك فيصل عبد الساتر إلك، طيب أنتم في لبنان ألم تفكروا أن هذا النظام يمكن أن يسقط؟ ماذا ستفعلون؟ هلبي. الشعب السوري لا أريد أن أقرأ لك الرسائل، إذا بدك بقراها بس بصراحة من تويتر. لا والله ما بقراها لأنه شوية صعبي. صعبي أقرأ لك إياها. ماشي. طيب لماذا لا تحسبون خط الرجعة مع الشعب السوري؟ الشعب السوري الآن لا عاد يؤمن لا بحزب الله ولا بمقاومة ولا بكذا، وإذا مراهنين ولا نحن أنا عم بسألك مش بالموضوع.
لماذا لا تؤيدون الشعب السوري؟ الشعب السوري يريد كرامة، يريد حرية، يريد أن يتنفس بعد 40 سنة من القمع. وقال لك شيء عن الجيش، أحد شو اسمه الكتاب السوريين يقول لك الجيش السوري خلال 40 عاما قتل 612 إسرائيلي، بينما قتل عشرات الآلاف من السوريين. هذا هو الكلام، كيف ترد عليه؟ مقاومة. اولا يعني خلص الوقت. طيب خلص الوقت. ايه. ماشي. ايه. اولا عدد القتلى والضحايا في في سوريا الى الان يكاد يتوازى عدد القتلى من الجيش والمدنيين. عن بوزينة شعبان بس يتوازى. يا اخي اسمح لي، يا اسمح لي يا اخي، في ملايين مشاهدين، شويه احترام. والله عيب عليك، عيب عليك، بس والله عيب. حاشا تفكروا انه لكم حق بتربيه. والله عيب، وانتم تسمحون ماذا يقال وماذا لا يقال. لك عيب. هذا كلامك، هذا كلامك، هذا كلامك. انتم لا تتحكمون بعقول الناس. ليس فيه الا خلف الوقت، خلف الوقت. هذا كلام فتنة، فتنة، كلام فتنة. تفضل كمل فيصل، اعطيني جوابك خلف الوقت. هذا الكلام عندما يتحدث به يعني مثل امثاله بهذا الكلام، انما يراق الدم. اذا نعم مثل امثالك، لانه ما بيطلع انه كلام فتن، كلام فتن. انتم مجموعه عصابات وقتلة وتعملون لدى المخابرات الايرانيه وتأتمرون بها. جفاكم احتكارا للناس، جفاكم ذلا للناس. انتم من شاركتم مع الاسرائيلي في ذبحنا. مسلم عيب. هل حزب الله تنظيم اسلامي شامل؟ على المسلم حرام. حزب الله تنظيم اسلامي طائفي مذهبي. خلف الوقت. دم المسلم يا جماعه. خلف الوقت. كل هذا الكلام لحسن نصر الله. خلف الوقت. كل هذا الكلام لحسن نصر الله. انا لا اقطر. الذين ينفخون في الوقت. انا لا اقطر. عيب هذا الكلام. خلف الوقت. مشاهدي الكرام. اشرف بكثير من ان تتحدث عنها انت وامثالك. يا حبيبي. عيب. عيب هذا الكلام.